بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. صباح الخير يا مصر. دلوقتي معادنا نعرف أخبار الطقس إيه والأحوال الجوية مع دينا شرف. نروح لدينا. بتصبح عليك مرة تانية دينا، ومعاكي أخبار كتير النهاردة عن أحوال الطقس. صحيح محمد، تعالوا دلوقتي ناخدكم في جوله بالتفصيل عن احوال الطقس. بتتوقع هيئه الارصاد ان هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، والطقس هيكون دافئ على القاهره الكبرى والوجه البحري، وهيكون مائل للبروده على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء، وهيكون دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء. وفي النهاردة شبورة مائية كثيفة الصبح على طرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. في كمان نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية في جنوب سيناء. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 21 والصغرى 10، اسكندرية 18 11، مطروح 17 9، سيوة 19 8، بورسعيد 18 9، دمياط 18 11، الإسماعيلية 20 10، السويس 21 11، العريش 17 9، كاترين 15 1، طابة 18 11، شرم الشيخ 24 14، الغردقة 25 12، الفيوم 21 8، بني سويف 22 8، المنيا 23 9، أسيوط 23 9، سوهاج 23 9، قنا 28 10، الأقصر 28 12، أسوان 29 12، الوادي الجديد 21 10، شلاتين 28 13، وأخيرا حلايب 26 13. الجو دلوقتي أصبح دافئ قليلا عن الأجواء اللي كنا بنمر بيها خلال الأسبوع الماضي. هنبدأ طبعا أجواء الربيع بإذن الله. هرجع مرة تانية لمحمد وجمان علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك يا دينا، شكرا جزيلا.